بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم المسألة يعني شخصية تخصني أنا. من 10 سنين تقريبا يعني عايش على الفقر. واحد ما يستمتع بالفقر لكن ولا يقول إنه تعود عليه، لكن هذا الحال. يعني الفيديو ده محرج، نعم أعرف، والناس هيتريقوا واللي تشمتوا والذباب الحكومي طبعا، لأنهم من 10 سنين يبغوا يشوفوني مشرد. الحمد لله ما تشرد، الفقر مو عيب. وأيضا ضيف دحين في ذباب نوع آخر يعني ما تعرف مين هم، الله أعلم. عموما ما عندي، مو ما عندي اختيار، لكن هذا برضو اختيار حجربه. يعني اللي بيغرق حيحاول يشوف أي قشة، وأنا بطلب قرض لأنه زي ما قلت لكم 10 سنين أنا على الفقر. لكن دحين اللي شايفه يعني المستقبل القريب والعياذ بالله في احتمال كبير جدا إني خلاص أنزل، يعني ما أدري والله الله أعلم، لكن في احتمال إنكم تشوفوني زي مثلا لا سمح الله، لا سمح الله، الله لا يجيب الوقت ده، زي مثلا كانت هدى العمري ولا شيء. الى الان الحل موجود ان شاء الله، انا بصحتي وكل شيء وداو. اكيد حل واحد حيقول منكم طب انت ليه ما تشتغل مدري. يا حبيبي انا اشتغلت شغلات، ومو بس انا الحالي، كل المهاجرين يعني، والى الان اقدر اشتغل، بس شغل المصانع ودا ما والله ماني قادر اصلا، صعب. اول شيء صعب جدا، انا لي يعني بدور يمكن كم 60-70 وظيفة قدمت ما بيقبلوني. يعني ما اولا يعني ما ادك حتى الانجليزي عندي، يعني ايش هلو هاو ار يو، هذا الاشياء البسيطه. يعني اختصار للموضوع، الى الان ممكن في حل، وانا ما بطلب يعني من احد، ما يقول لك شو اسمه لا تديني سمك علمني الصيد، انا لا بطلب سمكه ولا ابغى احد يعلمني الصيد، اعرف اصيد. المطلوب بس سنارة، سيارة جديدة اشتغل عليها، اوبر، دور داش، سكيب ماي ديش، بيتزا، ما بيتزا حدبر حالي صح، ما يعني نفس الشيء على الاقل، ما اروح للدحديرة اللي انا ولا عياذ بالله ممكن اروح قريب جدا ولا عياذ بالله. يكون شخص مقتدر، وما اقول يهديني سيارة، لكن يكون شخص مقتدر انه سيارة يعني مازدا زي هاد اللي عندي. انا عندي مازدا 5 2007، بس هذه مستحيل انها اولا اوبر دور داش ما تقبلها، السنة حقتها ما تقبلها، ولو حتى اقول اني اشتغل عليها بيتزا ما بيتزا ولا اشياء زي كده، سيارتي هذه بس اود المدرسة الاطفال وول مارت، حتى الهاي واي يعني لو محكان طويل لا اروح بباص مره يعني، اي زي حالتها زي حاله الملك سلمان، اي وقت ممكن تودع. لكن كثر الله خيرها انها قبل سنتين جابتني من مونتريال لين فانكوفر، ما حنسى الجميله هذه للسياره دي. سياره جديده، شخص يكون مقتدر، وانا بعد 6 شهور ابدا اقسط له $200 بس، هذا اللي اقدر اديه، او اذا كسبت اكثر $300، هذه ان شاء الله يعني عن ضمان، ما تشوف مين يضمني. صوتي انا يوصل لكم، يوصل احيانا، انتم تشوفوني صوتي احيانا يوصل تغريدات، احيانا تعدي في النادر يعني 1,000,000 2,000,000، احيانا 100,000. هذا هو انا يعني مستقل، هذه حكاية مستقل، هذه كمان تكون معارض مستقل ومصيبة. ايوه خلينا نختم. طيب قبل ما انا اطلع على عام كده واقول انه اذا في احد من المتابعين مقتدر ويقدر يعني دحين يساعدني في السيارة هذه، وهذه السيارة حتساعدني يعني كثير، ما حصير غني لكن على الاقل ما الدحديرة هذه اللي جاي اللي انا شايفها ان شاء الله اني ما انزلق فيها. شيء طبيعي انكم حتسألوني طيب انت يا اخي في معارضين يعني
السيارة بالنسبة لهم شيء تافه. ليه ما رحت لهم؟ والله رحت اللي عندهم فلوس يعني، ما لكن أنا مع إني ما أخون. أنت تشوفوا العالم جالس تخون، هذا تخون ده، ده يخون ده، أنا ما أخون، أنتقد انتقاد ما حسكت عنه. والله مين ما كنت مهما كنت، إذا ما حتعتبر الشيعة هذولا مواطنين زي زيك حنتقدك وبكل أدب. إذا حتقول لي نجيب إيران بدل أن نخلي إيران تيجي تساعدنا عشان نشيل آل سعود، مهما كنت كبير حنتقدك وبكل أدب. تحط يدك في يد الجبري بانتقدك. أنا ما عمري خونت أحد يعني، ما عموما فجربت معهم، ما في هذه تجربة. والله ما إيش أسوي يعني. لو في شخص يقدر، أنا بس أبغى السيارة جديدة عشان لو اشتريت مستعمل كل اللي تكسب يروح فيها، جديد تمشي معك 10 سنوات، مازدا 5 هذه ما شاء الله عليها، وقطع غيرها كمان رخيصة جدا يعني، سنة 2018 19 20، بس أهم شيء تكون جديدة وثق فيها إنه أنا يعني مو لين 6 شهور صراحة ما حقدر أقصد. بعد 6 شهور شوية بس أرتاح، شهريا أدي الشخص ده المقتدر يعني إذا في أحد ساعدني $200 كل شهر سيارة. ويا ليت لو يدفع تأمين 6 شهور كمان، لأنه تأمين الأوبر ما هذا يكون غالي جدا. أعرف إنه هذا شيء مخجل إني أسوي تسجيل زي كده، لكن هو الآن الحمد لله ما يعني والعياذ بالله ما بنشحد قرض، ولا بقول انه انا يعني حكاية التضحيات ما تضحك. كل واحد يضحي اول شيء يعرف انه بيضحي لمين، رب العالمين وللناس. ولا بطلع غضبي يعني انه شو اسمه شعب ما يستاهل، ما الله يستاهل ما يستاهل بكيفه يا اخي، انا اللي شفته صح سويته. لكن انا في موقف والله العظيم لو انا اشوف اي معارض بهذه الحالة، والله العظيم لو هذا ما سيبه، لكن خلاص معارضين غسلنا يدنا منهم. إذا في ناس مقتدرين أو أي تافيه تجاري شيخ ما تفرق معهم هذا المبلغ ولا شيء، فياليت يصير اتصال سريع. أنا عن ناحيتي يا أخي والله حاولت أنه دائما يعني أنصف الجميع المظلومين، لا فرق بين شيعة ولا سنة ولا مظلوم، مظلوم لازم يطلع. حتى رجعتي للخارجية هذه الفيديو اللي سويته يعني نفس الحالات كانت، بس دحين أسوأ يعني أسوأ. الله يعديها، بس الله يعديها على خير. وكلام كثيرا قالوا ماذا، هم وافقوا قالوا له أوكي تعال أرجع. أرجع مجنون، أنا أرجع ما عارف أرجع أنا صح مو ذاك المعارض المؤثر اللي يدوروا عليه بورا شمعة، لكن برضو لو سجنوني من حجيبني. ولو حتى ما سجنوني وهدوني الوظيفة حقت الرياض 4700، ايش يسوي في الرياض؟ وزارة الخارجية عزتك بس لما تكون في الخارج، تمثيل الخارج $7,000-$8,000 صح، تعيش محترم في اي مكان. ها 8 دقائق طولت عليكم. انا كان بمديني اني اغير الفيديو ده يعني اسوي اديتنج وارجع، خلاص طلعت من القلب للقلب. اللي يقدر لا يتأخر، سيارة ممكن تنقذ حياتي يعني، والله رب العالمين هو اللي ينقذ الناس يعني. لكن أخوكم يعني إن شاء الله، لا إن شاء الله يا رب يا رب. أوه صح قبل ما أختم، أي شخص اللي هيكون يعني مقتدر ويحب يساعدني في السيارة هذه، صح توجهي أنا ماني ليبرالي ولا علماني ولا لا لا لا، لكن ماني ملتزم ترى يعني، مسلم على حركرك، ما ذنوبي كثير، فلا يحسب انه انا انسان تقي ومره لا 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 لا، يمكن بس في رمضان يكون احسن، اكون احسن حال من باقي السنه، صريح معاكم انا في كل شيء. يلا لا 9 دقائق و 40 دقيقه مدري 40 ثانيه، الله المستعان الله المستعان.